السما وفي عيني الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة لا أنا شايفة ولا سما وفي عيني الدموع اهلا ست الكل، اهلا بيكي. صباح الفل. صباحو. اوبا، مكنه راكبه مكنه. يا ساتر يا رب، يا ساتر اصبر يا رب.
لا حول الله يا رب. ها في حاجه يا ولدي؟ خلي بالك ما تعرفش تسوق ما تسوقش. يعني انت تمام يا ولدي؟ خلاص يا جماعه حالة تمام. خلاص يا بيه خلاص يا بيه كل واحد في طريقه. يلا انت كويس؟ الحمد لله يا عم. ما هو لو انت مركز وباصص في الطريق قدامك ما كانش ده حصل. ستة لسه منزل اختي هنا كنت ببص عليها. ترضى ان حد يقول لاختك يا مكنه؟ ما قلتكيش حاجه على فكره. هو ايه؟ رامي جتت؟ يعني انت مش قد كلامك؟ ما قلتش حاجه اصلا. طالما مش قد كلامك تبقى مش راجل، يبقى ملوش لازمه الكلام معاك. اخلع. شفت السايق السكوتر دي؟ دي مس أميرة بتاعت البي. مجنونة دي ولا إيه؟ دي مصرية دي؟ مصرية يا ماما. بقولك مس أميرة. ستات اتهبلت ولا إيه؟ اتهبلت. صباح الخير. بونجور. باي. استنى استنى، رايح فين؟ هتروح المدرسة ازاي؟ زي كل يوم عادي مع معماد السواق. لا سيربريز. ما تهزريش بجد؟ طبعا بجد. مش دي البورش اللي كان نفسك فيها؟ طب بابا وافق؟ بابا نستنى بقى نسأل بابا يوافق ما يوافقش. بابا مين؟ انتي بابا وانتي ماما وانتي كل حد. يا ولد. صباح الخير. صباح النور. على فكرة أنا بحييكي على اختيارك للون الأحمر. هيبقى كويس قوي مع الولد على فكرة. مناسب مع سنه. برافو عليكي إن أنت اخترتي. أنت عارفة إن العربية دي أصلاً سبيشال أوردر؟ عربية؟ الولد جابها بس هو محاسب حبتين، حاططها في الجراج وقافل عليها. يفتح الصبح يلمعها فوطة ويقفل، يجي بالليل يفتح يلمعها فوطة حشوك. أكتر من سنتين ما اتحركش بالعربية دي. مش طيب، عربية حلوة قوي. أنت خدتش بالك مكتوب إيه على الموتور؟ دول أول حرفين من اسمه. عشان هو المالك الأصلي. بس كان ممكن تقرص عليه شوية في السعر. ما دام أنت فايز الموضوع كده، ما جبتهالوش ليه؟ تيه عارفة كويس قوي إن أنا مش موافق أصلاً على حوار العربية. وأنا لسه ما طلعش من البيضة، لسه في ثانوي يركب بورش. أمال لما يدخل جامعة أعمل له إيه؟ أجيب له طيارة؟ اسمعيني. أنا سبتك المرة دي تتعاملي. بعد كده ممنوع تعملي حاجة من ورايا. أوكي. على فكرة أنا اتصلت بالجيم وطلبت ترينر يجي
هنا في البيت بقى يمرني واقعد كده براحتي. ما انت عارف انا بكسل. انا عارف الستات كلها بتكسل. كل الستات تدفع فلوس في الجيم ما حدش بيروح يتمرن. حاجه عجيبه بس والله برافو عليك، فكره هايله. اهو وصل اهو. ايه ده؟ دي واحدة ست. وفي أحلى من الستات. دي بقى أكتر واحدة هتحرق معاكي. ينفع برضو ماريا تشد على بطن شوية. واحد يدخل بيت سليم الخواجة ويمرن مراته ده حتى يبقى عيب. قلنا ما ينفعش هنا يا مس أميرة. مش كل يوم تجيبي لي الكلام بقى. الله. الكلام من مين يا عماد؟ يعني هتدخلي وتسيبها لي هنا؟ عايزاها تبقى تحت عينك. ها امسك. طب انا هحط عيني عليها. ماشي يا عم. انت بتبص على ايه؟ ما تركز معايا هنا. ما انا مش فاهم انت عايزه ايه. انت انا عايزاك تعتذر لمامي. اعتذر لها ليه؟ اعتذر لها عشان هزقتني وقعدت تلسم بالكلام عليا. الاصول انك تعتذر لمامي. لو عاوزني هتعتذر لمامي. عندي مام يا مدحت هي عاملة كده. أعمل فيها إيه يعني؟ احتفها من البلكونة؟ والله فكرة. بس بطل قلة أدب. وبعدين قولي إيه كلاس اللي قلتها دي؟ بي أموت. طب يلا اتفضلي يا كلاس، تأخرنا. على فكرة مامي عزمات بكرة على الغد. طيب 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 صحيح طيب. صحيح خلاص صحيح يا أخي. صحيح ازيك؟ الحمد لله فاين. حضرتك ما جيتيش النادي امبارح ليه؟ انا قعدت ادور عليكي. سوري معلش يا حبيبتي نسيت. انت كسبتي؟ طبعا بس كان نفسي تكوني موجوده. مبروك. ليكي هديه حلوه عندي. امي شافت مس اميره النهارده على السكوتر
قالت لي دي مصريه دي ولا ايه؟ وانت امك قفشه من مس اميره ليه؟ عم انت عارف امي بقى انتوا كده بترزعوا في اي هبل. خليك انت بس في الدوج بتاعك. يا عم دوج ايه شفت ده ملزق؟ ما تقعديش بقى تقولي الكلام ده وبعد كده بلاش يا سر. اهو ازيك عامل ايه؟ سر عايزك. اه اكيد. ثانيه بلاش بقى جو ملزق ده. The GCSE examinations will be taking place in the theater starting Tuesday, so please move quietly around the corridors. The girls' volleyball varsity tryouts will be carried out tomorrow during break time, and the charity committee is having a bake sale on Tuesday, so please don't forget to bring your money. Thank you. ده حاجة مرايت مصر عربية. ده حاجة مصر عربية. ده حاجة مرايت مصر عربية. ده حاجة مرايت مصر عربية. شوف انت عايزه تروحي امتى بقى عشان اظبط لك الدنيا. هو انت قلت لهم ايه عني؟ قلت لهم يا ستي ان الكوتش جامد جدا وقعدت انفخ فيكي شويه. على الله يطمر. كتر خيرك يا عم. بس انا مش عارفه اعمل ايه. مدرسه هنا والنادي اللي بشتغل فيه. اروح اشتغل في نادي كمان تالت وفي 6 اكتوبر. ايه ده عشان الطريق يعني؟ لا ما تقلقيش من ده خالص، انا هاخدك في سكتي. طول عمرك جدع. هفكر واقول لك باي. باي. بقولك ايه؟ انا؟ انت عارف الوحيدين اللي بحسدهم في الشغلانه بتاعتنا هم بتوع المزيكا والالعاب. العاب؟ سوري البي اي. بص يا مدحت، انا هعتبر نفسي ان انا ما سمعتش اي حاجه. تمام؟ استأذن انا بقى عشان عندي حصه العاب. الحقها بقى. المدعي عليه مش موجود يا فندم، ودي تالت مرة يتم إعلامه بالجلسة وما يجيش. طلباتك يا أستاذ. الحكم يا سعادة القاضي. موكلتك فين؟ في أعمالها يا فندم، بس مثبت إن هي حضرت الجلستين اللي فاتوا. يا سعادة القاضي، المدعي عليه بقاله 6 شهور ما حضرش ولا جلسة ولا حتى وكل محامي. ده بيتعمد المماطلة يا فندم، ده ما بيستلمش حتى إعلانات المحكمة يا سعادة القاضي. حكمت المحكمة بوقوع طلقة بائنة على المدعية أمير عبد الهادي محمد الطحاوي. شكرا يا سيادة القاضي. عائشة عبد الحميد حسن. ألف مبروك يا أستاذ نادر. الله يبارك فيك. ميرسي. حضرتك تعرفيني؟ دي تاني مرة أشوفك في المحكمة أنا. ياه. أصلا عندي قضية بقالي 3 جلسات مش عارفة أخد فيها حكم. 3 جلسات؟ صباح الخير يا مس أميرة. صباح الخير يا عم محمود. مس أوسن عايزة حضرتك. متعرفش عاوزاني في ايه؟ لا مش عارف. عم محمود. واظن كده والله اعلم عشان موضوع السكوتر. طب اعمل ايه بس في موضوع السكوتر ده؟ بس اميرة انا عندي فكرة. قول يا عم محمود. نسيبه تحت عند عم جرجس بتاع الجراج. ماشي يا عم محمود. شكرا. شكرا. عاصم قماف قماف اقعد. متهزرش بس خطر قوي. انا عايزكم تطلعوا ورقه تكتبوا رايكم في اللي حصل. انا ليه زعقت العاصم من غير ما تكتبوا اساميكم؟ ماشي يلا. ده رايك انا اكتب رايي في نفسي ولا انا مش بكتب؟ اكتب. اكتب رايي كمان في الموضوع. ادخل. صباح الخير. قالوا لي ان حضرتك عايزاني. ايوه صباح النور. اتفضلي. وبعدين يا اميره؟ وبعدين ايه؟ واحنا مش كنا اتفقنا انك ما تجيش المدرسه بموتوسيكل؟ لا احنا ما اتفقناش. سيادتك قلت لي ما اجيش بيه هنا عشان ما ابقاش قدوه سيئه للاولاد. اه يعني الكلام دخل من هنا وخرج من الناحيه الثانيه. لا هو دخل من هنا وانا فكرت في وجهه نظر سيادتك،
بس بصراحه ما اقتنعتش. هو انا ما كنتش بقنعك، ده امر. اميره انا المسؤوله في المدرسه دي، وانت مدرسه في المدرسه هنا، يعني لازم تنفذي اللي انا بقوله. اوكي. حاجه تانية؟ انا مش ديكتاتوره يا اميره، وانت عارفه الكلام ده كويس قوي، بس انا كمان مش هسمح ان ولي امر تلميذ يقولي كلام ملوش لازمه بسببك وبسبب حاجه انت ممكن تستغني عنها اصلا. يا ترى ايه بقى الكلام اللي ملوش لازمه؟ هيقولوا ايه اولياء الامور لما يشوفوا المدرسه اللي المفروض تكون قدوه لاولادهم وهي جايبه الموتوسيكل ده؟ عادي؟ لا فعلا مش عادي. لازم تراعي الناس اللي انت عايشه في وسطيهم يا اميره. ويا ترى العادي بقى ان اركب تاكسي والاقي السواق بيبص عليا في المرايه وبيعاكسني؟ ده عادي بالنسبه للناس؟ يمكن عادي بالنسبه لهم بس مش عادي بالنسبه لي. خلاص بلاش تركبي تاكسي، اركبي باص المدرسه. مش عايزه اركب باص المدرسه. وبعدين بقى يا اميره؟ ولا قبلين، انا هريح سيادتك وهريح كمان الناس اللي انا عايشه في وسطها. انا اذنك مش عندي كلاس دلوقتي. هقرا الورقه اللي انتوا كتبتوه. اول ورقه، كنت خطر يا مستر. وده نعرف منه ان اللي كتب الكلام ده روحه حلوه وبياخد اي حاجه بهزار. الورقه الثانيه، حضرتك كنت منفعل يا مستر من حاجه، اعتقد ان دي بنت وشايفه ان انا الغلطان واني عاصم ما عملش اي حاجه غلط. عاصم جميل كده كده، ما تهزرش معايا. الورقه الثالثه، محتاجه وقت افكر، برضو دي بنت محتاجه يعني مبينه طبيعي ومش فاضيالنا دلوقتي. الورقه الرابعه، عشان عاصم اكيد عامل حاجه غلط. ده انت اللي غلط والله، والله هو اللي غلط. عمل كده غلط. ده شايف ان عاصم هو الغلطان وان انا ما عملتش اي حاجه غلط. اللي انتوا كتبتوه دلوقتي، وفقا لعلم الاجتماع ونظريه بلومير، صح. حيث يستخدم الفرد خبراته العمليه والمعرفيه في تحديد احداثيات المواقف. استاذ مراد، انت رجعت العود كويس؟ تمام يا سليم بيه، واضفنا بندين منهم بند الشرط الجزائي اللي كنت اتكلمت فيه مع حضرتك. طول عمرك محامي عقر، ما بتنساش حاجه. اشكرك يا فندم. استاذ محسن كان عنده مشكله في العقد الاخير بتاع المول. في مشكله بين اداره المول وبين رجالتنا، احنا كنا حابين نوضح اختصاصات رجالتنا في بند العقد. تمام. استاذ حسين، انت بصيت على العقود دي كويس؟ يعني راجعت الميزانيه اللي متقدمه ولا لا؟ طبعا سليم بيه، في بعض الاضافات هتناقش فيها مع مراد بيه. اضافات؟ اه يا فندم، الفلوس اللي دفعناها للناس عشان تخلص لنا شغلنا. ودي نكتبها تحت بند ايه؟ اسريات، اكراميات. هتلاقيها سعادتك في البند 14 من العقد، انا ضفتها بنفسي. ضفتها من غير ما ترجع لي؟ ضحكتني. من غير ما يرجع لك على اساس ان انت مركز في شغلك. استاذ محسن، دي اخر مره هتكلم في القصه دي. ما انت لو مركز ما كانش عدل عليك ولا علم عليك اصلا. بس هقول ايه؟ ما هي تكيه. خلاص يلا يا اخوانا، الاجتماع خلص. ولا اقول لكم مفيش مروحه، اقعدوا، العود تيجي وتتراجع كلمه كلمه مع الاستاذ مراد، مفهوم؟ حبيبي معلش اعذرني، هعمل ايه؟ هتخرب. سامحني، تعال عشان عايزك احسيح. اتفضل. حاضر يا فندم. ركز في شغلك بقى يا استاذ محسن، ركز بقى. لا بس بقول لك ايه؟ انت علمت على الواد اللي اسمه محسن ده، الواد ده اصلا انا مش طايقه، بس اعمل ايه؟ يلا. تلميذ يا جاسين بيه، انا بعمل شغلي وبس. وده سر ثقتي فيك. عارف يا حسين، الشركه دي كلها في كوم وانت في كوم تاني خالص. اشهاده اعتز بيها يا فندم. حبيبي. بقول لك، النهارده انا داخل على الشركه ونازل كده من الكوبري، الارض اللي على الشمال دي موقعها حلو قوي، عايزك تعرف مين صاحبها. حصل. سيادتك عايز تشتريها يا فندم؟
خالص، انا عايز بس اهني صاحبها على اختياره للموقع المتميز ده. كلك ذوق يا باشا. خلينا بقى في المهم، اخبار النسوان ايه؟ اداء عالي قوي، بس انت بقى لاحق. تقوم بقى لاحق الاجتماع اللي بره. يلا خدامك بعد اذنك. كمل اجتماعك. صباح يا برنس النيوز. انا رخيص. انا رخيص. جيب سيجاره. طب مفيش قفل ومفيش قعده ومفيش انجز بقى. عاصم هات سيجاره. الزن ده ما طالع معاكوا ليه؟ ايه يا بنتي اصلا؟ اصلا خش. بقول لكم ايه؟ ايه في طب الجد بقى؟ طب انجز هنحكي على الباب يعني ولا يخش؟ طب خش. طب مش مش صح صح خلاص. يا ابني بقول لك ضربه شعرها اخضر. مش حد ضرب شعرها اخضر. ضربه شعرها اخضر خضار كامل وماشي عادي. وماشي عادي جدا. اداء ايه؟ طب فوقك بس من الخضار ده، انت هتروح النهارده؟ مش عارف لسه. ايه كان ده؟ انا مش عارفه انت ازاي بتتعاملي مع المديره بتاعتك بالشكل ده، مهما كانت دي اسمها المديره بتاعتك. كنت جبت اخري خلاص بقى، اعمل ايه؟ هتقول لي قدوه ومش قدوه. طب هتكملوا مع بعض ازاي في الايام اللي جايه؟ مش عارفه هتصرف. الناس دلوقتي مش لاقيين شغل، بيدللوا على الشغل ومش لاقيين، والحياه ما بتتاخدش قفش. الو يا ماما. لا الحمد لله يا حبيبتي. لا جاية بكرة إن شاء الله أكيد. أجيب لك حاجة وأنا جاية؟ ماشي يا ست الكل. محمد رسول الله حبيبتي، مع السلامة. إيه ده أنت رايحة عند مامتك؟ إن شاء الله، بقالي أسبوعين ما روحتش، لازم أروح لها. بس مش عايزة أقول لك بقى، طريق زحمة وحاجة تقرف، استغفر الله العظيم يا رب. طب وحفلة عيد ميلادي إيه مش تحضريها؟ لا إن شاء الله ربنا يسهل. لا شكلك يا امينه هتروحي تقعدي عند مامتك مش هتحضري عيد ميلادي. قلت لك ان شاء الله ربنا يسهل. مش مدحت وانجي هيتجوزوا؟ طب ما يتجوزوا ولا يتطلقوا، انت مالك؟ تكمل على جنابك انا بحكي لك. تحكي لي عادي يعني، مش قصدك حاجه كده ولا كده؟ صدق ان انا غلطانه ان انا بحكي لك اصلا. هي مش البنت دي اللي انت عرفتيني عليها في فرح ليلى؟ مش ممكن. سوسه سوسه ما بتنسيش حد. اصل البنت دي مش ممكن تتنسي ابدا. ام وان شولدر دي ودراعها عامل زي صباع اللانشون ما تروحش من الذاكره ابدا. تعرف ان هي لايقه على مدحت ومدحت لايق عليها، والاصناف اللي زي دي لما بتتلم على بعضها بيعمروا، لا يمكن يتطلقوا ابدا، شبه بعض. طب يلا اغسلي الطبق اللي في ايديك ده عشان احط لك مكرونه. ايه تحطي لي مكرونه؟ مش لما اخلص وجبتي الاول؟ طب انا غلطانه خليها تبرد اهي. ما تبرد يا ستي، خلاص استقطع ان انا اخش على المكرونه. غريبه، واحد ما يعرفش يتهنى على لقمه عندك ابدا. الو يا نادر، ازيك عامل ايه؟ لا انا عند اميره في البيت. عندها. لا بجد ايه المفاجآت الحلوه دي؟ طب يلا يلا مع السلامه. نادر جاي كويس عشان ياكل المكرونه. أمه ده عياله. على فكرة بقى، المشكلة مش في جوزك، المشكلة فيكي أنت. أيوة عاملة حوار طويل عريض ملوش أي لازمة. إحنا كده على فكرة غاويين نكت. هو في الآخر مبسوط
هي رجاله طبعها كده. يعني المفروض نعمل ايه دي؟ ولا حاجه، نعمل زيهم. اه والله بتضحكوا، نعمل زيهم. يعني اللي احنا مش حاسينه معاهم نروح نحسه مع اي راجل تاني عادي جدا، وبكده هنبقى مبسوطين ومرتاحين وبالنا رايق زيهم بالظبط. دينا انت تعرفي عادل ده؟ عادل؟ عادل مين؟ اظن شفته معاكي كده مره. اشمعنى؟ مفيش، يعني كل ما احط صوره يعمل لي لايك، يكتب لي كومنتات حلو. خيب عليك يا عادل، مش هيبطل ابدا. الراجل قال لكم ايه؟ 10 دقايق ورجع لكم. ولا عاصف ابوك وامك خربانة على الانستجرام. اه قفشتهم في الحوار ده، مبهوقين خالص. بقول لك اخر صوره ساعه فشخ يا عم. ما تعملش حوار بس ساعه فشخ ايه؟ شايف مبهوقين على نفسهم ازاي؟ طب انت ايه، ساعتين بترول الجوبين دول ولا ايه؟ تعالى يا عم علمنا. اجي كده كده اعلمك. تعالى علمنا وشايلك ماتش ولا حاجه. شايلني ماتش؟ شغلت بلاي ستيشن. طيب طب يا تنجز يا ابني، ايه اللي سحلك ده؟ يا عم بتسهل بس في النهار بخلص حاجات. عديني. عدى يا بابا. عديت يا بابا. اتفضل. هتتقطعي كم يا حلو. اهلا اهلا يا نادر، اتفضل. ازيك يا رضوى؟ ازيك، عامل ايه؟ قعدنا مستنيينك على الاكل ثلاث ساعات. ثلاث ساعات؟ ولما زينا شلنا الاكل. ازيك يا نادر؟ مبروك. الله يبارك فيك. على ايه؟ محكمة حكمت لك بالطلاق. الحمد لله. ايه مالك مهنجه كده ليه بدل ما تزغرتي؟ الحمد لله. الحمد لله. إيه طب اتفضل اقعد، انا بس هطلع اجيب حاجه من فوق ونازله حالا. اتفضل. متأخريش. ها اتفضل اتفضل. لحظة الطلاق صعبة ومحزنة، حتى لو الست مقضية حياتها كلها في المحاكم مستنية كلمة تطلق، أو ما بتسمع إن هي اتطلقت بتزعل. مش بتزعل إن الراجل سابها، لأ، بتزعل على حياتها وأيامها اللي ضاعت في مشاكل وفي قرف. بتزعل من الذكريات الوحشة اللي خدت في رجلها الذكريات الحلوة. لما بتتطلق بتاخد حريتها، آه، بس دفعت الثمن. دفعت التمن من سنين عمرها، وده تمن مش سهل. هي الست في حياتها في كام 15 20 سنة عشان تاخدهم في رجليك كده وانت بتهزر ما بين طلاق وجواز؟ عرفت ليه بقى الست بتزعل لما بتسمع انها اتطلقت؟ طب ما انت اتطلقتي قبل كده وانا فاكر ان انت كنت سعيدة جدا. لا زعلت، وزعلت قوي كمان، زعلت جدا زي اي ست. ولا انا مش ست؟ طيب انا بلغتها بقى الخبر
لا اقعد، هي زمانها نازله دلوقتي. لا انا هقولك بس، ما انا هقولك بس، اصل انت مطلقه قبل كده وزعلانه وعارفه، وهي مطلقه دلوقتي وزعلانه، وانتوا الاتنين ازعلوا مع بعض. انا بلغتها وخلاص، يلا باي باي. انا قلت لك ان انت مش هتفهم. تعالي معايا وصلك. نو ميرسي حبيبي، معايا اسوق. اكيد. باي باي، روحي كلميني لما توصلي. اكيد. انت فين؟ يعني ايه تاخد العربية وتمشي؟ ده انا واقفة بره مستنياك. ما يخصنيش سليم بيقول لك ايه؟ ده السواق بتاعي ولا بتاع سليم؟ معقولة برضو؟ معلش يا باشا، أنا آسف جدا، اتأخرت عليك. معقولة برضو مرات سليم الخواجة توقف في الشارع؟ نفسي أصدقك يا سليم. هتصدقيني هتصدقيني، تعالي. إيه الأمر ده؟ اتفضلي يا باشا، اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة. إيه يا حبيبي؟ معقولة سليم الخواجة يسيب مراته زي القمر وفي الويك إند كمان تحت تبعي؟ برضه مش مصدق. ايه ده؟ اهلا اهلا. فجأت؟ اهلا وسهلا. اهلا. هفضل واقفه كده على الباب؟ اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا. بيتك حلو قوي على فكره. ميرسي قوي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اوكي. اهلا وسهلا. ايه ده؟ ده شابل. ده شابل. طيب ممكن تخرجوا برا البيت؟ برا البيت ايه؟ ده بيته. ينفع حد يخرجك برا بيتك؟ قصدك ايه؟ انت غريب قوي على فكرة. طيب نيمه. انيمه؟ لا ما ينفعش انيمه. ما ينفعش انيمه خالص لانه مش ميعاد نومه. لا 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 لا. خلاص خلاص هجيلك وقت تاني. لا مفيش حاجة. ده لا لا صدقيني ده لطيف جدا. لا لا ده لطيف جدا. ما تخافيش ما تخافيش، مش هيعملك حاجة. ده لطيف جدا. طب اتعرفوا على بعض انت وشكلي. باي باي. اوكي. كده كده خوفتها. تعالى تعالى تعالى. يلا يلا يلا. انت بتعملي ايه؟ نادر راح فين؟ والله انا بحب الاغنيه دي قوي. مش ممكن يوم اقدر انسانا تترقى فيا تبكي علي. قمت بشغل لنا اي حاجه. اربع فرخات ودجاجه محدش فاكر حاجه. اديني رمضان قلنا على الصحاب. اديني رمضان قلنا على الصحاب. اديني رمضان الباور العالي. اسمع يا معلم الباور العالي كان. اسمع يا معلم الباور العالي كان. الباور العالي كان. يلا يلا يلا
ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ها؟ كده؟ رضوى باتي معايا. باتي معايا. لا لا انا ما اقدرش ابات، انا لازم اروح، عندي مواعيد. اوعي تسيب الاغنيه كمليها للاخر، انا هروح، ها عندي مواعيد. ها؟ المايك امانه في رقبتك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك عليك الحريه. يلا وصلنا. يا عيسى تعال يا ابني اركن العربيه دي. انت يا ست فاكيها، ابنك مش هيعديها. طب خدي الكلام على الهادي، خدي الكلام على طول، خدي الكلام على الهادي. بقول لك ايه جمعه؟ الكلام ده يوه. ايه مالك يا سليم؟ السايبر اللي انا فيه ده لازم ارجع الشركه دلوقتي حالا، في ورق مهم جدا لازم امضيه. ورق ايه؟ احنا هنهرج. ورق شغل يا تيه، هيكون ورق ايه يعني؟ لا يا سليم. تيه خمس دقايق شيلي بس المكياج، ها، وهتلاقيني عندك على طول. عندك لا يا سليم. معلش يا بنت، على طول على طول. اسمعي الكلام بس، وضبي العشاء. ها بقى بحل. مبروك. بخط الصعب سور ورا سور، وعكس الجاذبية بدور، واروح البس شعاع النور، الاقي الشمس مش طالعة، وقاع الحلم نبضه بطيء، براحي الكون عادي بيدي، وحلمي زي طفل بريء بتسقط من عينيه. لا شايفة ولا سما وفي عيني.